يجب على المسلمين إذا دهمهم أمر أو حدثت لهم فتنة أن يرجعوا إلى ولاة أمورهم، وأن لا يتقدموا عليهم بتصرف ولا كلام. والله عز وجل قد أمر بعدم إشاعة الأمر سواء كان في ظاهره أمنا أو كان ظاهره خوفا حتى يرجع إلى ولاة الأمر، فلا يتكلم في هذه الشؤون قبلهم ولا يتصرف إلا من بعد إذنهم. وولاة الأمر معروفون، وولي أمرنا في هذا البلد وإمامنا وسيدنا هو الشيخ تميم ابن حمد آل ثاني حفظه الله تعالى وسدد خطاه، فلا يجوز للمؤمن أن يتقدم عليهم بتصرف ولا قول ولا فعل إلا بما يرضونه.